أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم عبر الحدث الاقتصادي. وفيه أصدر مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة قرارا وزاريا باستئناف التسجيل وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية، ألغى بموجبه القرار الوزاري السابق رقم 47 لسنة 2020 الخاص بإيقاف التسجيل وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية بغرض تنظيمها. من جانبه أكد علي عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة في تصريح لسونا، أكد أن القرار يسمح باستئناف تسجيل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية الجديدة عقب اكتمال الأطر التنظيمية والنظام الإلكتروني لتسجيلها وفقا للضوابط الواردة بقانون التعاون والقواعد الملحقة به والمنشورات الصادرة من مسجل عام الجمعيات التعاونية. أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي دكتور علم الدين عبد الله بشر، أكد أن عمليات الصادر ستتواصل خلال الأيام المقبلة، مشيرا للجهود المبذولة لتصدير المواشي لدولة قطر للمساهمة في تعزيز حجم عائدات البلاد من صادرات الثروة الحيوانية. وقال في تصريح صحفي اليوم، قال إن ذلك يأتي ضمن الخطط التنسيقية للوزارة لانسياب حركة الصادرات من المواشي الحية والمذبوحة لأسواق الخليجية والمملكة العربية السعودية. أغلق مؤشر الخرطوم اليوم مستقرا عند 17,150.226 نقطة، وانخفض حجم التداول اليوم إلى 47,146,410 إلى 10,973,767 جنيها بنسبة انخفاض بلغت 80.8%. وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 321,423 إلى 19,357 ورقة مالية بنسبة انخفاض بلغت 94%، فيما انخفض عدد الصفقات المنفذة من 152 إلى 51 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 66%. شهد قطاع الشهادات الاستثمارية هذا اليوم ارتفاع سعر 4 إصدارات من إجمالي 4 إصدارات تم تداولها خلال اليوم. انعقد اليوم الاجتماع المشترك بين اللجنة العليا لمتابعة ومراقبة السلع الاستراتيجية، إحدى آليات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وتناول الاجتماع بالبحث آليات ضمان وصول السلع الاستراتيجية لمستحقيها ومحاربة الجشع وتسريب السلع، حيث أكد الاجتماع توفر الدقيق بكميات كافية، وطالب الاجتماع بإيجاد معالجات لتقليل تأثير قطعات الكهرباء على المخابز، وذلك بتوفير الغاز للمخابز التي تعمل بالغاز وتوفير الجازولين للمخابز التي تعمل بالمولدات، مع اتخاذ آليات رقابة فاعلة تضمن عدم تسرب الدقيق والغاز والجازولين المخصص للمخابز والتأكد من قيام المخابز بخبز كل الدقيق المستلم. كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة المهندس صديق الصادق المهدي عن ترتيبات تجريها الحكومة الانتقالية لعقد مؤتمر دولي قريبا لإعفاء ديون السودان. وقال الصديق في حديثه لأحداث نيوز، قال إن مؤتمر أصدقاء السودان الذي ينطلق اليوم في العاصمة الألمانية برلين بداية طريق لتطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي، واعتبرها بداية قوية وصحيحة لاستئناف العلاقات الدولية للتعامل والتواصل مع الدول مع الصناديق التنموية. انتقدت المنظمة السودانية للشفافية تجاه الحكومة لزيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 35 إلى 40%، وتأسفت على التوصية معتبرة أن الحكومة بدلا عن تخفيف العبء على المواطن وفي هذا الوقت بالذات تختار أسهل الطرق وأكثرها إيلاما ومخالفة للشفافية وحقوق الإنسان لزيادة إيراداتها. أوضح بيان صادر عن المنظمة أن ضريبة القيمة تفرضها الحكومة على المستهلك وتتحصلها شركات الاتصالات إنابة عن الحكومة. تمكنت دائرة العمليات بالإدارة العامة للشرطة اللبنية من الإيقاع بمتهم وضبطه بعملة أجنبية وهي دولار، وتتخذ في مواجهته إجراءات قانونية. وقال المكتب الصحفي للشرطة إن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لدائرة العمليات بالإدارة العامة للشرطة الأمنية عن نشاط لشخص يتعامل بالنقد الأجنبي بيعاً وشراءً خارج القنوات الرسمية، فتم تشكيل فريق متخصص لتعقب المتهم، وتم الإيقاع به بعد مبايعة صورية أسفرت عن القبض على المتهم ألف عين ألف وبحوزته عدد 11,900 دولار أمريكي. أكد مدير إدارة الريم المشاريع المروية المهندس زين العابدين مجذوب، أكد أن الاستعدادات للعروة الصيفية اكتملت بنسبة مقدرة
في المشاريع المروية الأربعة: الجزيرة والرهد وحلف الجديدة والسوكي، بنظافة القنوات الرئيسية والترع الفرعية والمصارف، معلنا الاستعداد بتوفير مياه ري المساحات المستهدفة في المشاريع المروية، وأبدأ بالاستعداد بالإفاب بطلبات مياه المساحات المزروعة والمقدرة بأربعة وعشرين ألف فدان من الفول السوداني. وبنى مدير المشاريع المروية أن أعمال الصيانة الميكانيكية بمشروع السوكي اكتملت بنسبة 100%. وقفت دكتورة توحيدة بابكر محمد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية في ولاية الجزيرة اليوم بتفتيش التاسع بمشروع الرهد الزراعي، تدشين زراعة تقاوى الأرز الهوائي بالآلة في مساحة 2 فدان من أصناف الأرز السوداني كوستي واحد وأمجر. وكشفت مدير وعام وزارة الإنتاج عن خطة وزارتها للعام القادم التي تستهدف التوسع في المحاصيل الواعدة ونشر ثقافة زراعة تقاوى الأرز وسط مزارعي مشروع الجزيرة لتتمكن الولاية من توفير التقاوى لكافة ولايات السودان. تعهد مؤتمر شركاء السودان بدعم يصل إلى أكثر من 1.6 مليار دولار بجانب تعهدات دولية بإعفاء الكثير من الديون تصل إلى 60 مليار دولار. والتقى ممثلون عن 40 دولة ومنظمة عالمية اليوم في مؤتمر شركاء السودان يهدف إلى حشد الدعم الدولي لمساعدة الخرطوم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأفاد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بأن بلاده تتطلع للشراكة مع المجتمع الدولي مبينة مبنية على المساءلة والتبادل. وأضاف حمدوك في كلمته أثناء المؤتمر الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس: نمر حاليا في مرحلة انتقالية من الحرب والصراع والانهيار الاقتصادي إلى الازدهار، ومن الدكتاتورية إلى الحكومة الديمقراطية، ومن العزلة والتهميش إلى الارتباط بالعالم، فيما شهدت أسعار الدولار في السوق الموازي تراجعا مشهودا مع توقف حركة البيع حيث بلغ سعر الدولار 130 جنيها. لمزيد من التوضيح معي عبر الآن ينضم إلي الخبير الاقتصادي دكتور أبو عبيدة أحمد سعيد. دكتور أبو عبيدة، بداية مساء الخير عليك. مساء النور، ومع تباشير خريف مبشر وانعقاد مؤتمر شركاء السودان في برلين عبر الفيديو كونفرنس بعد جائحة كورونا التي ألمت بالعالم في نوفمبر 2019. نعم، بداية كيف يمكن أن يمثل هذا المؤتمر لحظة تاريخية وعودة للسودان للمجتمع الدولي وحتى يساعد السودان في الخروج من هذه الأزمة؟ وطبعا المؤتمر هو أول حشد دولي لدعم السودان بعد سقوط النظام السابق، يعني يمكن من آخر مؤتمرات الدعم للسودان كان في مايو 2008 كان في أوسلو، قبلها كان المؤتمر بتاع إعادة برضو الجنوب 2005 في أوسلو أيضا، وكان القرض منه حشد الدعم الدولي لإعادة تعمير الجنوب. فهذا المؤتمر يعني ياخذ زخم سياسي واقتصادي واجتماعي لانه اول مؤتمر في عهد ديمقراطي بعد سقوط النظام السابق، وياتي زخمه انه ايضا يعني اهتمام العالم كله بالسودان، وحتى انه ظروف جائحه كورونا لم تمنع من قيام المؤتمر، لانه المؤتمر أقيم في برلين كعاصمة مستضيفة للمؤتمر، لكن عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الشيء الذي يدل على اهتمام شركاء السودان سواء كان دول أو منظمات بأهمية التحول الديمقراطي في السودان وتنمية إنسان السودان وخلق استقرار في المنطقة وخلق مجتمع ديمقراطي وحكومات ديمقراطية تسهم في استقرار المنطقة ككل والسودان ككل. يعني نعم دكتور أبو عبيدة، نعلم جميعا أنه لا تنفك السياسة عن الاقتصاد في السودان، وحتى لو نظرنا إلى النظام السابق بداية سقوط هذا النظام كانت اقتصاديا. ما هي أثار هذا المؤتمر سياسيا حتى أثره على الديمقراطية على سير الفترة الانتقالية بسلام؟ الشيء الذي أؤكد عليه أنه أي تنمية اقتصادية هي في حقيقتها مرتبطة بالمسألة السياسية، فأي دولة حتى ينخلق فيها نظام تنموي شامل
سواء كان هذا النظام التنموي الشامل بشراكة مع العالم الخارجي وشركاء السودان الخارجيين، فهذا هذه الشراكة تنبني على أسس سياسية لخلق تنمية اقتصادية. فالمجال والمناخ السياسي والبيئة السياسية الموجودة في أي بلد هي لها الأثر الكبير في خلق التنمية الاقتصادية الشاملة. نعم، وزير المالية تحدث في أكثر من مرة عن تشوهات في الاقتصاد السوداني، هذه التشوهات تؤثر على عيش المواطن بشكل عام. هل نستطيع أن نقول أن هذا المؤتمر شكل لبنة في إزالة هذه التشوهات؟ الحلول الاقتصادية لا تأتي بروشتات خارجية، لابد من الشراكة الوطنية في وضع حلول اقتصادية. هذه المساعدات من شركاء السودان يمكن أن تساعد في حلول فنية مع دعم وطني واستراتيجية وطنية لإيجاد حل للمشكل الاقتصادي السوداني، لأن واحدة من المشاكل أننا نعتبر أن هذه المؤتمرات بإعاناتها ودعمها هي حل لمشكلتنا الاقتصادية، هي ليس فيها حل لمشكلتنا الاقتصادية، وإنما يمكن أن تساعد بجانب الجانب الوطني في تبني الحلول الاقتصادية والتنموية، لكن لا بد من وجود إرادة وطنية وخطة استراتيجية وطنية اقتصادية لخلق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. بحسب الخبر تجاوز الدعم المعلن في مؤتمر أصدقاء السودان لحاجز 1,200,000,000 يورو، كيف سيسهم هذا الرقم في تثبيت الموازنة وتحقيق استقرار في سعر الصرف الذي يعاني منه السودان كثيرا؟ وطبعا واحدة من مشكلات الاقتصاد السوداني اليوم هو تدهور في سعر الصرف، وتدهور سعر الصرف ينعكس في معاش الناس، ينعكس في انعدام الدواء، ينعكس في انعدام الغاز، ينعكس في توفير المواد والوقود، خاصة نحن مقبلين على عروة صيفية زراعية، فكل هذه الأشياء تؤثر يعني سعر الصرف عليها وفي خلق التنمية. أعتقد المبالغ مقسمة ما بين دعم إنساني وده لمساعدة الكثير من الأسر السودانية، يعني عندنا حوالي 9 مليون أسرة محتاجة لمساعدات إنسانية، هنالك بعض الإعفاءات من الديون الخارجية، وأعتقد هي جزء من المشاكل التي تهد كاهل الاقتصاد السوداني، جزء منها برضو في شكل دعم فني أبتكر من بنك التنمية الأفريقي لدعم الجانب الإحصائي، وأنا أعتقد ده واحد من المساعدات الجيدة اللي سيقدمها بنك التنمية الأفريقي، لأن كل القرارات الاقتصادية لابد أن تنبني على معلومات إحصائية صحيحة وتكون انطلاق التنمية مبني على البيئة الاقتصادية السودانية بمساعدات فنية خارجية. نعم، أيضا هناك من يتابع هذا الأمر بشكل يمسه هو وهو المواطن. المواطن الآن يتحدث عن أمور تهمه وهي مسألة الحياة المعيشية العادية، الغاز، البنزين، الجازولين، غيرها والخبز وغيرها من الأمور التي تشغل بال كل مواطن. إلى أي مدى سينعكس هذا الأمر على هذه الأمور؟ وعندنا مشكلة طبعا احنا في الميزان التجاري الخاص في السودان، يعني انه في عجز في الميزان التجاري، عجز في ميزان المدفوعات، عجز في الحساب الجاري، وهناك تضخم ايضا. فاذا كان هذه المساعدات في شكل المساعدات لدعم الميزان التجاري، فبكل تأكيد هي سوف تساعد إلى حد ما في استقرار سعر الصرف. ولكن أنا دائما بقول إنه حتى المساعدات الخارجية ليست هي روشتة دوائية تنصح لكل دولة، فلا بد أن نستلهم الحس الوطني والإرادة الوطنية وأن تنبع الخطط الاقتصادية السودانية الشاملة من داخل
البلد، وهذه المبالغ نعتبرها في شكل بتاع مساعدات فنية لتنهض البلد. أما المساعدات الإنسانية فهي أجلها قريب وتنتهي بانتهاء زمن محدد، أما خلق تنمية مستدامة وإيرادات مستدامة ودخل مستديم للمواطن هو أعتقد مفتاح النجاح لخلق التنمية الاقتصادية الشاملة. رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك تحدث في كلمته عن الخروج من العزلة والتهميش إلى الارتباط بالعالم، إلى أي مدى سيسهم هذا المؤتمر في رمي حجر في هذه البركة وتحريكها حتى يرتبط السودان بالعالم الخارجي؟ طبعا السودان، وأنا زي ما ذكرت إن التنمية الاقتصادية هي في الأساس تنمية تنبني على المجال السياسي والمساعدات السياسية وخلق المناخ السياسي الذي يساعد على خلق تنمية اقتصادية شاملة. السودان منذ العقوبات الاقتصادية في عام 1993 يعاني إلى حد ما من شبه عزلة اقتصادية وعالمية. يمكن هذا المؤتمر يخاطب العالم لحشد الموارد وحشد التحول الديمقراطي في السودان، ونسأل الله أن يوفق القائمين في البلد لتحول ديمقراطي يساعد في بناء دولة قوية تسود فيها القوانين والمؤسسية والتنمية، ويكون ذلك بشفافية تامة نعم دكتور عبيدة، واحدة من الأمور التي تثقل كاهل الحكومة السودانية مسألة الديون الخارجية، الفوائد التي هي على هذه الديون، الارتباطات المتعلقة بالديون والتعقيدات التي تصاحب هذه العملية، إلى أي مدى سيسهم هذا المؤتمر في إعفاء ديون السودان الخارجية؟ واحدة من لبنات هذا المؤتمر أنه ارتباط السودان بالمؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، واعتقد ذلك مساعدات من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وهنالك كما ذكر السيد رئيس الوزراء بأنه في القريب العاجل حتكون هنالك اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وإلى آخره. كل هذا أعتقد لابد أن يصاحبه كمان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كل ذلك أفتكر هو تحريك البركة الساكنة في علاقات السودان مع المؤسسات والصناديق الدولية، والتي هي تساهم في خلق تنمية ومساعدات فنية، ولكن لا بد من إرادة وطنية واستراتيجية وطنية ورؤية واضحة لخلق تنمية اقتصادية تنبع آخر في الاعتبار التباين الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في السودان. دكتور عويدة، وزير المالية تحدث عن أنه سيتوافق مع صندوق النقد الدولي كما ذكرت على برنامج اقتصادي يتمثل في برنامج إصلاح مؤسسي، كيف يتوافق هذا الأمر مع تعهدات الحكومة في تحسين المستوى المعيشي والمعروف أنه برنامج له تبعات قاسية؟ نتحدث عن رفع الدعم مثلا الذي المواطن البسيط ما زال يلمس فيه العديد من العقبات والأمور التي يعايشها يوميا. في الحقيقة يعني نحن جزء من المجتمع الدولي وجزء من المنظومة الدولية، سواء كان البنك الدولي أو الصندوق الدولي، ولكن هنالك تباين في الاقتصاد السوداني ونحن اقتصاديات ضعيفة، فلا يمكن أن نعتمد على روشتات خارجية يمكن أن تؤدي إلى أعباء على المواطن. فزي ما ذكر الرئيس الأثيوبي السابق ميلي الزناوي، نسأل الله روحه الرحمة، بأنه نحن لن نقبل هذه الروشتات كاملة، وإنما نضع للسوق حارس حتى يعني لا يحصد السوق الزيادات في المرتبات الأخيرة التي يعني مشكورا قدمتها وزارة المالية. فالسوق يمكن أن يحصد كل الزيادات في المرتبات والدخول ما لم يكون سوق كامل ومحروس بشيء من الرقابة الحكومية حتى لا تؤدي الزيادات، وخاصة نحن في السودان يعني بنشهد ركود تضخم. لكن ختاما دكتور أبو عبيدة، ألا ترى أن رفع الدعم
قد طبق على المواطن السوداني وبدأ تطبيق هذه الروشتات التي تتحدث على أنها غير مجدية؟ هو رفع الدعم، هو أصلا الدعم في حد ذاته تشوه، لكن رفع الدعم كمان ممكن يؤدي إلى تشوه أكبر. فبيبقى المعالجة في أنه يعني عندما نرفع الدعم عن كاهل المواطن لابد أن نضع المسائل الاجتماعية والدعومات الاجتماعية وكيفية دعم الأسر الفقيرة حتى لا نخلق تشوهات اجتماعية في المجتمع السوداني ونسحق الطبقة الوسطى التي تعيش على حد الكفاف. نعم، دكتور أبو عبيدة أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من الخرطوم. مرحبا وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر أحداث السودان. الآن ننتقل إلى دائرة الحدث والزميل راشد. راشد، ما الجديد في دائرة الحدث؟ مرحبا بك سالم، مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدين هذه الفترة الإخبارية أحداث السودان. نرحب بكم، وبالطبع سالم لدينا عدد من الملفات نناقشها خلال حلقة اليوم من دائرة الحدث. سنناقش الأوضاع الاقتصادية، أوضاع الموظفين في ولاية الجزيرة، أيضا أوضاع الذهب، وأيضا مؤتمر شركاء السودان. توفيق راشد. شكرا. فاصل قصير ومن بعده نبدأ الحوار.